queremos. مطلوب من الشعب الفلسطيني الحشد والنفير العام دائما، ليس بس يوم الجمعة لكن كل يوم، لا نكل ولا نمل من أجل القدس. ومطلوب من قيادات الفصائل أن تستمر وتحشد أبنائها لتضامن مع القدس، والمطلوب من السلطة الوطنية الفلسطينية أخذ القرارات المناسبة الملائمة لهذا الوضع وردا على قرار ترامب. الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية لا يمكن على الإطلاق أن يسلموا بهذا، ولا يمكن على الإطلاق أن يخضعوا لمنطق القوة وفرض هذا المنطق بالضغط والإكراه. شعبنا سيظل متمسكا بحقه، والقدس في جوهر هذا الحق وفي صلبه. في هذه الوقفة اليوم نعلن يوم غضب بوجه الاحتلال واحتجاجا على القرار الأمريكي المجحف بحق شعبنا الفلسطيني الذي أعطى ما لا يملك لمن يستحق. هذا وعد بلفور ثاني ولا يمكن أن يمر بأي حال. اليوم شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة يخرج من أوله حتى آخره، من رفح حتى بيت حنون على امتداد شارع صلاح الدين، لننقل رسالة واضحة وعالية بأن لا يمكن أن يمر هذا القرار. فالقدس ليست عاصمة دولة الاحتلال، هي العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية المستقلة. هذا القرار لا يمكن أن يمر، وسننتصر على ترامب، سننتصر على نتنياهو، وسنواصل النضال والانتفاضة الشعبية الشاملة حتى نكسر هذه المؤامرة، هذه المؤامرة التي يقودها الثالوث الإمبريالي الصهيوني الرجعية العربية من أجل تصفية القضية الوطنية الفلسطينية. قوة تظن لتعلم أمير